السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، هناخد النهاردة الفصل 13 اللي بيتكلم فيه على أو بعنوان المصيدة. احنا خدنا في الفصل اللي فات بعنوان المنقذة، كانت شجر الدور طبعا لما عندما توفي نجم الدين تولت هي كل الأمور المملكة، وبدأت تضع الخطط واتفقت مع فخر الدين بن شيخ الشيوخ قائد الجيش والطبيب اللي هو كان متولي أمر نجم الدين على كتمان خبر وفاة نجم الدين. ولكن في النهاية للأسف الشديد تسرب خبر موت السلطان وتسرب إلى الفرنج، وفرحوا جدا، وبدأ لويس يبدأ بالاستعداد للهجوم على مدينة المنصورة. في الفصل النهاردة اللي هو بعنوان المصيدة، بعت لويس 19 رسالة إلى زوجته مارجريت. طبعا مارجريت كانت مستنية على شواطئ دمياط عشان تكون مستعدة بإمداده بكثير من الجنود لو هو احتاج إلى جنود، وهو يتقدم بباقي الجيش إلى داخل المنصورة وداخل دمياط وداخل المنصورة. قال لها إن احنا تقدمنا من دمياط وبلغنا مدينة اسمها فرسكور. فرسكور ديت مدينة تقع بجوار دمياط وأخذناها بصعوبة شديدة. أكدت لنا هذه المعركة أن المصريين ليسوا كسالى أو ليسوا من النوع الذي ليس ينخدع بسهولة، فأخذناها بصعوبة شديدة. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مدينة المنصورة وألقينا السفن بتاعتنا على شواطئ المنصورة، لا يفصلنا عن مدينة المنصورة إلا بحر هناك يسمى بحر أشموم. ولكن يعني تعجب لويس في الرسالة اللي بعتها لمارجريت إن العرب هناك لا يلقون سلاحهم ولا يرفعون راية التسليم، وهم يرون أعداد الفرنج أو أعداد الفرنسيين أو أعداد الجيش الصليبي كثير جدا. وأخبرها أنهم أمامهم يروهم وهم يرونه، وإذا سقطت مدينة المنصورة فلن يبقى أمامهم إلا القاهرة. خلاص كده هم سيمتلكون مدينة القاهرة. ثم بعد ذلك تكلم عن جمال الجو في مصر، جو بديع وطبيعة ساحرة لا تختلف تماما عن جو فرنسا والجو الجميل الذي يوجد هناك. وبعد ذلك تعجب كذلك أو اندهش من بعض لا يزعجنا إلا صوت القرآن الكريم، لأنهم في شهر هناك يسمى شهر رمضان يصومون فيه طوال النهار وفي الليل يتولون القرآن الكريم والصلوات والذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أعجب العجب إنهم مع هذا الجوع اللي هم فرضوه على نفسهم، اللي هو ما يعرفش طبعا إن احنا بنبقى صايمين في شهر رمضان، إنهم يحاربون ويتقدمون ويتدربون على حمل السلاح. بعد ذلك تكلم معها عن شجر الدر، مرأة عجيبة زي ما هو وصفها بالظبط، شيطانة لا تكل، ما بتملش أبدا، تضع الخطط وتوجه المملكة في جميع شؤونها، ولسه لغاية النهاردة بتحاول تفهم الناس إن السلطان نائم في سرير هي تماثل للشفاء. لا تقلقي يا مارجريت، سنمتلك مصر قريبا وسأذهب أو سأخذ لك أو سأقبض لك على شجر الدر واجعلها جارية لك تزلين بها أنوف جميع المسلمين. في نفس الوقت دوت كان شجر الدر بتشتغل على قدم وساق، ما كانش بتقعد ساكتة أبدا، كانت دائما بترسل الأخبار إلى القاهرة. وكان طبعا الخطباء المساجد واللي كانوا في المساجد كانوا بياخدوا هذه الأخبار ويعلنوها على الناس، وكانوا الأسرى اللي كانوا بياخدوهم من الفرنج كان بيلفوا بيهم شوارع القاهرة عشان الناس تتأكد بالفعل من صحة هذه الأخبار. كونت فرقة زي فرق الفدائيين، والفدائيين دول كانوا بيدخلوا لغاية البر التاني عند الفرنج وكانوا بيعملوا حيل فظيعة جدا. من ضمن الحيل دي، ودي مش موجودة عندك في القصة خلي بالك، أنا أقولها لك كده من عندي. من ضمن الحيل دي مثلا كان في بعض في جندي من الجنود جاب بطيخة وقسمها نصين، طلع كل اللي هو الأحمر اللي في البطيخ
ولبس نص البطيخة ديت على دماغه ونزل بيها المية وغاص داخل المية، ما كانش باين منه خالص إلا الحتة البطيخة اللي هو راكبها أو لابسها على دماغه، وراح عام بيها لغاية الفرنج. الفرنج هناك واحد من الجنود شافها فاندهش من وجود هذه البطيخة، فنط في المية عشان يجيب البطيخة. أم الراجل الجندي المصري أو الفدائي المصري خده أسير معاه لغاية البر المصري. يعني كثير من هذه الحيل كانوا بياخدوا بيها الفرنجة أسرى ويعدوا بيها الناحية الثانية. بعد انتهاء شهر رمضان استأنفوا نشاطهم، وبعد أداء الصلاة على طول دخلوا مع الفرنجة في معركة كبيرة جدا التحموا فيها وخدوا فيها الكثير من الغنائم وقتلوا فيها الكثير من الجنود، من ضمنهم قائد كبير جدا جدا من قوات لويس التاسع، حتى ان هو حزن عليه حزنا شديدا. كانت شجرة الدور بتاخد الأخبار دي كلها زي ما قلت لكم وبتبعتها إلى المساجد والمجتمعات عشان تقوي بيها القلوب وتهدئ النفوس. يوم 7 من شوال، يعني سابع يوم العيد، هجم الجنود المصريين شانية كبيرة. شانية يعني سفينة من اللي بتحمل الكثير من الذخائر والأطعمة، هجموا فيها وكان فيها 200 رجل من الفرنج، من ضمنهم كنت، وخدوهم كلهم أسرى. في نص شهر شوال دخلوا عليهم البر الثاني وخدوا منهم 40 فارس بالخيول بتاعتهم. في آخر شوال المصريين حرقوا لهم سفينة كبيرة جدا من السفن بتاعتهم ودخلوا بيهم فيهم معركة كبيرة جدا، فازوا وانتصروا عليها. وكان شجر الدر تاخد جميع هذه الأسرى والأخبار وتبعتها دايما إلى القاهرة. لويس اتجنن، هو الجنود بتوعه، هو القوات بتوعه، فجمع قواده ومهندسينه وقعد يقول لهم يعني هنعمل ايه؟ احنا جنودنا كل يوم والتاني بينقصوا واحد ورا التاني. فقالوا له خلاص يا مولانا هنعمل جسر على بحر اشموم نعبر به الى الناحيه الاخرى وندخل على مدينه المنصوره. شجر دور ما كانش نايم على ودانها، قامت جمعت برضه قواتها ومهندسينها وبداوا يشوفوا هيعملوا ايه بالظبط. قالوا لها ما تقلقيش يا مولاتي، كل ما يبنوها احنا هنهجم عليهم ونمنعهم من بناء هذه الايه هذا الجسر. وكان بيشتد عليهم هجوم الفدائيين ويثير في قلوبهم الذعر. قام جمع مهندسينه تاني وقال لهم ايه اللي احنا مش عارفين نبني الجسر ابدا. قالوا خلاص يا مولانا في فكرة جميلة جدا هنحاول نعملها، هيبنوا برجين كبار جدا، البرجين دول هيكونوا قدام العمال، اي حد من الفدائيين هيجي هينشوه بالاسهم بتاعتهم علشان يدوا فرصه للعمال ان هم يبنوا الجسر بتاعهم. تمام. فزي ما قلت لكم يا اولاد هم كانوا هيعملوا البرجين دول على اساس ان يحموا العمال بتوعهم. بعد كده هو برضه شجر الدور مش نايم على ودانها، ندهت لبرضه رجالتها قالوا لها ايه الدنيا فيها ايه هتعملوا ايه مع الناس دي. قالوا لها لا تخافي يا مولاتي، مش هيقدروا ابدا يوصلوا الى اي شيء، هناك عندنا ما يسمى بالنار العربيه. واحب اقول لكم ايه النار العربيه دي، هي عباره عن ايه؟ دي ماده اخترعها واحد من علماء العرب زمان. الماده دي كانت بتشعل اي شيء. هما كانوا دايما بيحطوا على البرجين دول جلد الجلود الطبيعية اللي ما بتأثرش بالنار بسهولة، بس في عالم من علماء العرب اخترع مادة معينة بتحاول تشعل أي شيء، فهيحطوا في السهم اللي هم يضربوه على البرجين المادة ديت وهتولع في البرجين. وده اللي عملوه بالفعل، طلعوا على الأسهم ديت على البرجين وولعوا في البرجين دول واشتعلت الحريق، لأن لما البرجين دول وقعوا على المعسكر لويس فاشتعل الحرائق في المعسكر وفي البرجين، والمسلمون كانوا يهللون ويكبرون ويدعون الله سبحانه وتعالى بانتصارهم على هؤلاء الفرنج. أصابوا الفرنج الكثير من الفزع وأصاب كذلك لويس التاسع. العمل طبعا مش عارفين يشتغلوا في الجسر أبدا، ومش عارفين يعملوا إيه بالظبط، وكل يوم والتاني جنود لويس بيقل يوم بعد يوم، فمش لاقيين اي حل خالص يعملوا عليه. للاسف الشديد
سلاح الخيانة بقى. واحد من العرب دول أغرته بعض من المال والفلوس، وراح باع دينه وباع وطنه، وراح ليه لويس يخبرهم عن مكان موجود في بحر أشموم. المكان ده بيبقى ضحل المية فيه، تمام؟ فالراجل دوت راح قال للويس التاسع على المكان الضحل دوت. فاتفق لويس التاسع مع اخوه كان اسمه دارتوا، ودوت كان يعني مندفع شويه، قال له تسرع انت يا دارتوا بفرقه من الفرسان وتروح ورا هذا الرجل الى في هذه المخاضه، وتدخل بها بحر اشموم، تشغل العرب داخل المنصوره، نكون احنا خلصنا البناء الجسر دوت ونيجي من وراه. بالفعل مشي دارتوا بالجيش بتاعه وراء ذلك الخائن اللي باع وطنه وباع دينه، ودخلوا واقتحموا. وكان في بداية وقت الفجر، فدخلوا على العرب على حين غرة على المصريين، وما كانوش متخيلين أبدا إن هم هيخشوا من هذه المنطقة. كان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أول ما سمع صوت الفرنج وهم دخلوا الفرنج المنصورة، كان مش معاه إلا بعض قليل من مماليكه، ما استناش لما يروح للجيش ولما ينظم الصفوف، لأ نط فوق الجواد بتاعه وخد مماليكه دول واندفع إلى الفرنج ودخل في الجيش بتاع دارت وكله. ولكن للأسف الشديد استشهد فخر الدين ابن شيخ الشيوخ في هذه المعركة. اندفع دارت إلى المنصورة حتى ما وصل إلى باب قصر السلطان. شجر الدر صرخت في المماليك البحرية، ودول نوع من أنواع المماليك اللي كان عند اللي اشتراهم نجم الدين قبل كده. صرخت فيهم في المماليك البحرية اللي كانوا بيحرسوا القصر، فأسرعوا إلى داخل القصر، وهي كانت بتبيل أو بتدفعهم أو كانت بتقول لهم يعملوا إيه وهي من شرفة القصر، وتحثهم على إنقاذ شرف السلطان وزوجته وجواره. بالفعل ألهبت الحماسة في قلوبهم واندفعوا زي النيران إلى الفرنج. بيتقدمهم طبعا كان الواحد من كبار المماليك اللي كان موجودين ساعتها ركن الدين بيبرس، وقابلوا الأعداء بسيوفهم ورماحهم وصدورهم، والجواري كانت بتصرخ من وراء شجر الدر. فكانوا هما بيزدادوا حماسة أكتر، إن يعني زي حمية أو زي نخوة ورجولة على شرف النساء اللي كان موجود في داخل القصر. وجه بيبرس هجومه إلى الكون دارتوا اللي هو أخو لويس، وبعث بفرقة تانية خارج المنصورة عشان يحاصروهم بره ويمنعوا دخول المنصورة من المكان اللي دخلوا فيه. فانقطعت الصلة بقوات الفرنج اللي جوه المنصورة، مش قادرين يتواصلوا مع اللي خارج المنصورة، وزاد الضرب عليهم وزاد الطعن. والطعن بالفعل دارت طعن كبيرة جدا، مات على أثرها، وتمت إبادة كل اللي كانوا حوالين الكونت داخل القصر. بره المنصورة بقى كانت معركة تانية خالص، اشترك فيها كل أهل المنصورة، اشتبكت فيها الأجساد والسيوف والرماح، ووصلت إلى يعني الناس المنصورة كانوا يرمون عليهم كل الأثاث بتاعهم، واشتركوا في إبادة الفرنج، حتى امتلأت شوارع الفرنج، شوارع المنصورة بجثث الفرنج، ولم ينجو منهم سوى خمسة. خلوهم الخمسة دول يرجعوا إلى لويس التاسع. كان العمال أثناء انشغال العرب بالمعركة داخل المنصورة دي، كان عمال الفرنج تقريبا انتهوا من بناء الجسر وخلاص كده هيعدوا الناحية التانية، فشافوا الخمسة دول جايين عليهم فاتفزعوا واترعبوا، فألقوا بأنفسهم في الماء سابحين إلى الشاطئ الآخر، ولويس كان ماشي وراهم، والعرب كمان كانوا وراهم يقتلون منهم ما يقتلون، لغاية لما يعني فضل يضربوا فيهم لغاية لما انحل عليهم الليل، ولولا الليل كانوا أبادوا لويس وكل الرجال اللي كانوا معهم. بعد المعركة ديت وانتصار المسلمين في هذه المعركة، قعدت شجر الدر في عظمة المنتصر تشكر الله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى القواد اللي هم ساعدوها في إبادة الفرنج اللي دخلوا
في القصر، وشكرت بيبرس شكر كبير جدا، وهي بتقول له اللي انت ارضيت مولانا السلطان وارضيت الكرامه والبسيره. بعد كده بصت الى عز الدين ايبك واقطاي وغيرهما، واثنت على ما ابدو على من شجاعه واقدام، وكانت بتبص شويه كتير جدا في وجه ايبك، لان هما فيما بعد، وهي مش تيجي في القصه، فيما بعد هي هتتزوج اصلا من ايبك ويكون هو الملك المعز عز الدين ايبك. فهي قالت وماذا الان؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ او ايه اللي دين دلوقتي؟ فبيبرس قال لها احنا رهن اشارتك وقوتنا في ايدك، ودلوقتي ارضنا كلها اصبحت قبور لهؤلاء الفرنج. فقالت لهم وهي فرحانه جدا ومبسوطه نحتفل بالنصر، نحتفل غدا بالنصر، وبعد غد نضع الخطه للقضاء عليهم باذن الله. بالاخر الكلام دوت انتهت الفصل ال 13. كده اتبقى لنا ان شاء الله فصلين كمان، هحاول ان شاء الله ان انا اقولها لكم يعني على الاسبوع الجاي اذا ربنا اراد، او يعني الاسبوع الجاي في الايام الخلال الجاي ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.